شو امنياتك بالسنه الجديده للثوره السوريه؟ يفك عنا الحصار ويجيبوا لنا المي ونرجع على بيوتنا ويجيبوا لنا الكهرباء ويرجع الاغراض مثل ما كانت رخيصه. شو كمان؟ بس اتمنى لانه يوقف الضرب ونرجع على بيوتنا ومثل ما بدنا تجي الكهرباء ونرجع على مدرستنا القديمه، ارجع على بيتي والعب مع رفقاتي ونام كل يوم بيتي واكل واشرب وساوي شو ما بدي. بس اتمنى انه يوقف الحرب ووقف الضرب ونرجع على بيوتنا ونرجع على مدارسنا القديمة. اتمنى انه تخلص هاي السنة ونرجع على بلادنا ويعني يجوا قرايبنا ونعود رحنا وياهم سوا. بتمنى انه يرجعوا اهلنا على بيوتنا ونحن نرجع على بيوتنا وتفرج سوريا كلها وما عاد يصفى لا عدو ولا. بتمنى يصير بالسنة السادسة؟ انه تفرج علينا ونرجع على بيوتنا ويوقف الضرب والقتل. نرجع على مدرستنا نلعب بمدرستنا ونحب يعني هيك تنحل الأمور.